ايوه اها البتنجو البتنجو يا اخي، ما داير كلام كثير انا معك، ما داير كلام كثير. البتين جيبون على المكتب طوالي، هاي جيبون على المكتب. يا الله يا اخي كلامك كثير يا اخي، جيبون طوالي جيبون. هاي اوكي يلا مع السلامة. يا استاذ انا قاعده من قبل وانت شغال تليفونات، ده انا عارف طريقه الشغل. معليش معليش انا بس عندي حس بس حاجة بسيطة كده اعملها. اصبر لي. ايوه تليك. ايوه يا ستي، نعم. عارفة طبيعة شغلنا؟ ما اعرف التفاصيل، ده لا اعرف التفاصيل معاك. طيب انا اوريك التفاصيل، التفاصيل في غاية السهولة. كويس، نحن عندنا الشركة دي والحمد لله كويس، بنحاول نجمع بين اتنين، زوج وزوجة كويس، عبر النت. ونحن بنجيب لك لحد صفحتك وتسمع التعليمات اللي بنقولها لك. ده يعني انت هتجيب لي انا عريس؟ ايوه ليه؟ ده شغل، وانت من هناك قلت ده شغل. طيب وضح لي، ممكن توضح لي اكتر؟ انا ما طيب يعني الكلام هو غير. انا افهمك، اوضح لك بصورة اوسع. اي اولا حاجة، نحن شركتنا دي بنجيبك انت وبنفتح معاك خط مع الزول ده، انت تفتحي معاه خط عاطفي. بعد ما تفتحي معاه خط عاطفي توصليه حد الزواج. وصلتي حد الزواج بعد ده تفكي لينا كويس، نحنا بنمضيه وبندفعه كويس كونترات بشركة بتاع التأمين يعمل ليكم الحياة الزوجية بتاعتكم. يعني بعد ما يطلقك ها هتاخدي 250 مليون. ال 250 مليون دي ما سهلة، وده الشغل. ال 250 مليون دي ما حقتك كلها، عندك فيها نسبة اللي هي 8%. 8% ماما شوية؟ نحن تعبانين نت وكمبيوترات وشركه وكمان المثل. كمان انا كمان حاجاتي في حاجات كثيره، يعني شوف انا اشوف يعني عشان حد ما اجيب لي الزول ده، لحد ما اوقعه في 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 احساسي، واحتمال ذاته احبه وما معروف. اوعك ولا هو يحبني كده؟ اوعك خلاص امين ابقى كده، ده مع شغل، دي علاقه بتخصكم انتوا الاثنين. احنا ما دارينا حاسيس، ما دايرين احساس اتجاهه، ما دايرينه خالص. سامع الكلام ده ولا ما سامعه؟ خلاص سامع. يبقى كده بوصلين الشغل. ما خلاص انا سامع الكلام، لكن دي ما مجازفه في حد ذاتها، عشان انا ذاتي عشان اجي على نفسي كده، واذا انا اصلا اوريدي انا كنت عندي احساس تجاهه ولا ما عندي احساس تجاه نفسي، دي ما حاجه صعبه، زيدوا لي النسبه شويه. تقعدي معاه شهر واحد وتطلب الطلاق بحجه انك دايره تستثمري القروش اللي في شركه التامين. اوكي، ولو قدرتي كوشتي منه باقي امواله الباقيه مرحب، نسبتك بتكون اعلى وحنديك 10% وما حنقصر معك لو انت كنت ملحلح. ولا كيف؟ ابدا متين. من الليله. لا لا ما في اي مشكله، انت خليك جاهز لحد ما ارسل لك الاوراق بس. اي ما في مشكله، لدي المضمونات انا خدتها في بالي، مضمونات خالص الاصدام، وعارفه تفاصيلهم وعارفه رصيدهم في البنك كام وعارفه حاجاتهم كلها، وهم عندهم طلبات محدده حيرسلوها لك في الايميل بعد كده بوريك. لا ما في مشكله، انا جاهزه بس بس مؤخرين الحيوان ده، حيوان يا اخي انا اسيب لي الشركه دي اهو. ده اسمعيني خليني اتفاهم معاهم في الموضوع ده، برسل لك ايميل. ايوه استنى مني التليفون بعد ساعه. اوكي دي لسه باسماء البنات اللي لقيناهم في النت، المقدمين للصفحه بتاعتنا للموقع بتاعنا، عشان دايرين يعني ارسال كل وريتهم الاسعار كلها صح؟ اي وتاخرت معانا كده؟ انا تاخرت لانه كنت هنا بقرش في العربيه. بتقرش تقرش في العربيه؟ ايوه بقرش. يا اخي انا قلت لك العربيه دي ما تقرشها الا ولا تقرشها. حاضر. مش قلت لك العربيه دي تكون واقفه قدام المكتب هنا؟ حاضر. يا اخي ليه عذبتني يا اخي؟ انا اكسر الشركه دي ولا اسوي شنو انا؟ ما تشتغل معايا زي الناس يا خضر يا اخي. ما ممكن. اسمعني. نعم. انا دايرك بعد شويه تشوف اللابتوب بتاعك، هديك ايميل تخش فيه
في بيت شابة كده عاوزك تتعرف عليها، خليك ملحلح، خليك واد بتعرف زي الناس، تعرف عليها كده وقع في حبال الغرامة لحد ما تقول لك بناها تزوجني، وكمان قلت لك قول لها انت انا تزوج، قدم لها كل الاغراءات الممكنة. لكن انا ما عندي قروش. بعد ما تيجي تتزوجها ايه احنا بنتدخل، الباقي خليه علينا نحن. والله يا شغل